رجل أمن. يا ميم تسعة، يا ميم تسعة، أفتح البوابات ها؟ أنا جاي بالطريق. يمه عاد أنا أستأذنكم، تمرون شيء؟ أبد، سلامتك. أقول تذكرت يمه، خذ هالسلة وين أمك؟ لا يمه وراي بصمة، أخاف يحطوني غياب. طيب خلاص خلاص. سليمان تعال خذ هالسلة وادها البيت خالتك أم موضي. أبشري. استريح. وقف. يا ميم تسعة افتح البوابات أنا جاي، بس بتأخر شوي عندي مشوار ضروري. ولا يوديها ولا شيء يمه، سيارات تصدم، هذا صغير بزر ما ينفع. يلا 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 رح بتتأخر على دوامك. عادي أتأخر مو مشكلة. أوديها وين؟ البيت أم موضي. أبشري أبشري، ما طلبت شيء. إن شاء الله. استلم واجهتي يبا. هلا والله بالموتر البطل. دير بد 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 دير بد. افتح. الفاتنة اللي على قلبي تموت هي صباح الخير، نظرتني وسلهمت ذيك العيون، الغزل والشوق واسرار الحكي. الفاتنة اللي على الدنيا مشت كن ما بهمت لها احد مشى الكلام. نداء الى الاخت موضي، انا عند باب بيتكم، امي مرسلات لكم كليجر. نداء الى الاخت موضي، انا عند بيتكم، امي مرسلات لكم كليجر. لو سمحت تعال استلميها عند البوابه لو سمحتي. خير انت شفيك؟ كل الحارة درت انك جايب كليجة. تعرفين وراي بصمة واخاف اتأخر. ما شاء الله توظفت؟ ايه توظفت، وصرفوا لي جهاز واعطوني سيارة. عادي اذا تبين تشوفينها اصد وانتي اطلعي شوفيها. اوكي اوكي. ما شاء الله، الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها. امين. خلاص شفتيها؟ ايه شفتها. اجل صدي بلتفت. والله برافو عليك عامر، توظفت كذا بسرعة. تعرفين وراي زواج وسفرة، بنروح المالديف أنا وزوجتي وفي الأم هناك. عاد تدري والله ودي من زمان إني أروح المالديف. أبشر أبشر بعزس، بتروحين قريب بإذن الله. أبوس جائز بنسكر الباب. هلا والله ومسهلا. خير وش السالفة؟ لا بس جبت لكم كليجة. ها دلت تشتغل توصيل طلبات المطاعم. أم عاد مطاعم ما تشوف يا عم، هذه شركة بحر الأمان للأمن والسلامة، أنا توظفت. ما شاء الله، الله يوفقك ويسهل أمرك، بس أهم شيء عسى الراتب زين. أفع عليك يا عم، تصدق أخويا اللي قبلي كلهم فتحوا بيوت، اللي تزوج بنت عمه، واللي تزوج بنت خالة، واللي تزوج بنت جيرانهم. الله يوفقك يا عامر، وانت انسان طيب ومحبوب ما شاء الله عليك، وتستاهل بنت الحلال ان شاء الله. يعني استاهلها؟ من هي؟ بنت الحلال. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عامر حدد موقعك، عند اي بوابه؟ انا عند بوابه عمي بموضي. استلم. اي فرع هذه البوابه؟ هذه فرع حي غرناطه. استلم. بعد اذنك يا عم، تعرف انا عندي التزامات مو مثل اول، تغيرت مو على خبرك، صرت كويس وممتاز وموظف. تمنى شيء؟ سلامتك سلامتك سلامتك. ابد انا تحت امرك، اي شيء تبيه انا حاضر. زين زين على خير، ما تقصر ما تقصر. فما الا صح الكليجة الكليجة يا عم، معليش والله اسفين. فما الا يا عمي، مع السلامه. أبوك يا البلشة،
البنك قالوا لي بيعطوني قرض 80,000. بس ما ادري يا ولد العم، بس والله معوك سمعي، ان جبتها يمين راحت يسار، وان جبتها يسار راحت يمين. يا ابن الحلال هونا وتهون، دامك جزام تبي تسهل، واكيد ابوك يبي يعاونك، وابشر ب10,000 من انا وابوي. كاف والله يا ولد العم ما قصرت. وغير كذا عمتي هدى تتكز لك غرفه نوم، عمتي حصه، فرن، عمتي منيره، ثلاجه، ابد ان شاء الله تبي تزين. الله يسعدك مثل ما سعدتني. اجل الحين اضبط الامور. حسك وجودي وانت بالدنيا عندي، وانت في قلبي الاولى وانت الاخيره، هالحب لو ينشاف وابو حسدي، شفتي من الاحساس ما يكفي ديره. يا هلا حياكم الله، وهذه الساعة المباركة الله يوفقنا وياكم ان شاء الله، والله يتمم على خير ان شاء الله. الله يتمم لك على خير.